أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز المسح على الشماغ وما شابهه إذا كان سافرا الرأس خاصة في الشتاء؟ لا، ما هو مثبت، اللي ما هو مثبت ما يمسح عليه، لا الشماغ ولا العمامة ولا العصابة، لا الشماغ ولا العصابة ولا الطاقية، ولا ما هو مثبت. هذا كلام على المثبت الذي يحتاج إلى نقل، والعمائم كانت مثبتة ومحنكة أو لها ذوائب من الخلف، يشق نزعها. نعم.